اهلا وسهلا بكم في قناة انا تكنولوجي. النهاردة هنتكلم عن درس مهم جدا ومفيد جدا لمعظم الناس اللي بتستخدم ويندوز 10. ويندوز 10 فيه تحديثات، التحديثات دي بتخلص الباقة بشكل سريع جدا من غير حضرتك ما تعرف. عشان كده في الفيديو ده هنشرح اهم الطرق اللي من خلالها هنقدر نوقف التحديثات بحيث الباقة تفضل معاك اطول فترة ممكنة. اول حاجة هنعملها هنخش على قائمة ستارت، بعد كده اضغط كليك يمين، وبعد كده بضغط على رن وبكتب الجملة دي جي بي bbin edit.msc، تمام. وبعد كده كل اللي عليا بضغط على اوكي. تمام، بعد كده باجي عند الاختيارات دي بختار حاجة اسمها administrative، تمام، اضغط عليها كده. بعد ما اضغط عليها باجي عند حاجة اسمها الويندوز كومبيتنس، تمام، واضغط عليها مرة تانية كده وادور على حاجة اسمها ويندوز ابديت، تمام، اضغط على الويندوز ابديت كده وادور على حاجة اسمها configure automatic update، تمام. بعد كده بضغط على حاجة اسمها او edit، او اضغط دكتين او مرتين واضغط على حاجة اسمها ايه enabled. وبعد كده باجي هنا بعمل حاجة اسمها notify full download and auto install and auto install. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو بيقول لي بيظهر الاشعار لو في تحميل، هيقول لي ان في حاجة هتتحمل دلوقتي او في حاجة تسطب دلوقتي. لو دوس disable هيلغي الموضوع ده، enable او disable مش هتفرق في حاجة. لو انت دوست enable لازم تدوس معاها notify full download and auto install، تمام. لكن لو دوست enable وسبت اي خيار من الاختيارات دي فبالتالي هيحمل بشكل تلقائي. فانت لو هتختار enable يبقى لازم تختار معاها notify full download and auto install. لو هتدوس disable يبقى مش هتختار معاها اي حاجة، تمام، ومفيش اي مشكلة. بعد ما تخلص الطريقة دي يعني ينفع enable او disable، بس enable زي ما قلنا لازم notify full download and auto install. طب لو دوسنا disable في كل حالتين سواء enable او disable لازم ندوس apply وبعد كده اوكي. دي كده اول طريقة عرفناها من خلالها اقدر اوقف الايه ال updates. طب تاني طريقة عندنا برضو، بكتب في البحث هنا، تمام، اكتب task، تمام، اكتب الانجليش task وبعد كده اول ما اكتب سكادول هيظهر السكادول، بضغط عليها كده، تمام، طبعا هتفتح دلوقتي. فاضغط على هنا الزرار ده واضغط على حاجة اسمها مايكروسوفت. اول ما اضغط على كلمة مايكروسوفت فاختار حاجة اسمها ويندوز، وبعد الويندوز هدور على حاجة اسمها ويندوز ابديت، تمام. طبعا بعمل دي كده عشان اقدر اشوف الحاجة بشكل كويس، تمام، ويندوز ابديت، تمام. بعد كده بيظهر لي الشكل ده، تمام. هنا بعمل ديسيبل، بعمل هنا ديسيبل كده، تمام، عشان يوقف لي الابديتس او اي ابديت بيجي على الجهاز، تمام. دي الخطوة التانية. طيب الخطوة التالتة عندنا ان انا بخش هنا في السيتنج، وبعد كده باجي هنا عند في اكتر من طريقة برضو هنا، يعني هنا مثلا على سبيل المثال البرايفسي هنا مثلا، تمام. بعد كده بدوس في حاجة اسمها الباك جراوند اب، باك جراوند اب اهي، باك جراوند اب في البحث. هنا بيظهر لي مثلا الحاجات اللي بتتفتح عندي، فالحاجات دي ممكن تلاقي حاجة مثلا فيهم بتستهلك من الانترنت، تمام، فانت بتقفل، فانت بتعمل اوف على معظم الحاجات دي كلها، تمام، بحيث ما تظهرش. دي هتكون كويسة من جميع النواحي، اولا ان في حاجة فيهم ممكن تكون مثلا بتستخدم الانترنت فبالتالي بتسحب من الباقة بتاعتك. لو حضرتك عارف البرامج دي وعارف انها مثلا ما بتسحبش من الباقة فممكن تسيبها مفتوحة، تمام، هتلاقي مثلا حاجات كتيرة جدا فانتوا هتقفلوها طبعا، تمام، كل تعمل عليه اوف اوف، تمام. يعني في حاجات مثلا ممكن تخليها وفي حاجات ممكن تقفلها. انا بالنسبه لي بخلي الحاجات اللي انا بستخدمها، طبعا دي بتختلف من واحد لواحد، فانا بقفل كل الحاجات واخلي الحاجات اللي بالنسبه لي الحاجات المهمه، تمام. طيب دلوقتي بعد ما قفلت الحاجات دي كده، دي تاني طريقه. طيب دي كده تالت طريقه عفوا. بعد كده برضو اخش مره تانية على ستارت، وبعد كده سيتنج. بعد ما اخش على السيتنج اخش على حاجه اسمها ابديت اند سيكيورتي. هنا لو لاحظتوا هنا لو دوست ريتري كده
خلاص ان هنا مش هيرضى يعمل تحميل. ليه؟ لان انا كده كده موقف الابديت، فبالتالي مش هيعمل اي تحميل. هضغط هنا على حاجه اسمها ادفانسد اوبشنز، تمام. لو لاحظتوا هنا البوز انا عامل عليها اوف، تمام. هنيجي هنا عند نقطه مهمه جدا جدا، لازم ناخد بالنا منها، تمام. ان في اول اختيار لازم اكون عامل هنا اوف، تمام. تمام لازم اعمل اوف في اول الاختيارات، تمام. ليه بقى اعمل اوف؟ عشان ما يظهرليش الابديتس بعد كده، تمام. او هنا بيقول اوتوماتيك داونلود ايفن مد اور ميثود داتا كونكشن، فانا بدوس عليها اوف، تمام، عشان ما يظهرليش اي ابديتس تاني. فبالتالي لازم اخد بالي من النقطه دي، تمام. بعد كده برضو في حاجه تاني عندنا، تمام. يبقى احنا كده عرفنا الخطوات كلها. بضغط على ستارت مره تانية، وبعد كده السيتنج. بعد السيتنج بختار الحاجه اسمها ايه، نتورك، تمام، الانترنت، تمام. بعد كده هنا ببص على حاجه مهمه جدا، حاجه اسمها سو افيربل نتوركس. بعد كده باجي عند بروبرتيز، تمام، واجي هنا عند السيت ميثود كونكشن. دي المفروض اخليها ايه، اخليها اون، لان دي بمعنى اصح بتقنن او بتقلل من استخدام الانترنت بتاعك، او بتستخدم الانترنت بشكل قليل. فبالتالي دي من ضمن الطرق اللي بتخلي الانترنت كويس عندك وما بتسحبش من الباقه بتاعتك، تمام. الطرق دي يا ريت تجربوها، وهتلاقوا فرق كبير جدا جدا في استخدام الانترنت، وهتلاقوا ان الباقه بتاعتك هتقعد فتره كويسه جدا. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وسبسكرايب للقناة بتاعتنا، وشير عشان غيرك يستفاد. ولو في اي مشكلة واجهتك يا ريت تكتب لنا تعليق اسفل الفيديو، وان شاء الله هنحل المشكلة معاكم. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا بكم في قناة انا تكنولوجي.